السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله. اليوم أنا وجعفر وعبود الله حازم طالعين للجزيرة، على ما إحنا طريقتنا نسميها الجزيرة وأغلبيتها نسميها البر، فطالعين راح شي صادف قدامنا الصورة لكم. كله نبات بري، هذا كله نبات مال بر، كله نبات طبيعي دون تدخل الانسان بيه. بعد هذا ما يحتاج نعرفكم بيه، شي فلح هاي ما اعرف اسمه النبات، هو هذا ياكل هل بعير ياكل هاي اللي. بس كل مكان عرف هاي هنا البارحة ها حجرة أثرية على عهد العثمانيين أثرية. هاي شو تقول؟ حجر على مرور الزمن اللي قاعد تنكروا تطلع هاي الحجر. يا الله خليكم هاي الحجارة وهذا السؤال بهيج، بعدنا على بدايتها، بعد القضايا بين بعد تحتونا بالله شكال 20 كيلو، تحتونا 20 كيلو ماشي السيرة 50 كيلو اليوم. يا الله نرجع لكم بلقطة ثانية، لقطة كلش كلش حلوة. فلح هذا الشفلح يا بس حنوان هذا كلش طيب، وجذور مالته الناس تستخدمها علاج هسه. بس هاي هنا هاي المنطقة كلها عبارة عن هذا الشجر، واصلا هي ماكو لا لها مزقة لا لها تواجد نهر ولا اكو بير محفور هنا، ماكو منين تشرب مي والله. رزقكم على الله وانتم لا تعلمون. الله ويغلق في عبث. هاي بعطية المقنعة هنا أنا تلقاها هسه. شوف هاي ديش ديش. شباب هاي شوف هاي الشجرة كلها متروسة عشاش، والعشاش كلها مطيرة هسه، بيها جاي تطير وبيها حاليا باقي لها كم يوم مطير، يعني الموسم على انتهاء تكاثر. هاي الاعشاش اكثريتها مال بلبل الهازارد وبلبل الروسي وهاي الفختايه والفختايه المقنع والقمري المقنع. هذا مال المقنع ايه مال المقنع. والله يعني مستمرين وحشي صادق قدامنا صوركم، حتى هذا الشفلح صورنا لكم. هذا المقنع شوفوه قدامكم نلحقهين ايه. هاي الحدود مو تشوفون الطبقة العالية اللي شوية انصى منها، هاي الفاصلة بيننا وبين العراق، ما بقى شيء ندخل ايران.
وهذا جبل وهذا جبل، صار لهم الجبل. شلون اسماء مطابقه ووجوه طالعين مال علينا. الوجه البريء. يلا صعد. هاي المقنعه زوج. ايش اي يلا صعد. هاي يا الله واحد ابو جرابيع. اي اي يا شيخ بعضيه ثاني كله ابو هناك حيث من هذا يا ترى عباس ابو سرحان كله ابو سرحان من فلوس الدين ينزل وين بس ليش تفشل وين تعال تعال واحد عايش هاي اللحظة بهيك أجواء بهيك مكان من ناس سلسلة جبلية من ناس سلسلة جبلية من ناس إطلال الشمس جميلة من ناس الجمل سفينة الصحراء يتمشى أواسط الصحراء. الله يا جمل كلمة طيبة. نروح نصور نصور. وين بجيك الله حسين؟ لا ليش القرب يمشي؟ ولك احنا معلم هذا الاهل عندهم ايرانيات بس يزور له. يقول لك العباس قبل سادس جير مو خامس. ثواني. هذا السجادة الحياكة شغل يدوي تصنيع عراقي من الصوف الجميل من هم ايش يسمونه فرو بعد الله اعلم بس هو من يمه ومن الصوف ومن الشعر هذا النسوان القديمات الجيل القديم والجديد لان الجديد هسه اصلا ما يعرف ايش هي يشتغلون على هاي الشغلات هذا كنز المفروض المسؤول عن الاثار والبيئه الاثريه يحتفظ بهن بعطيه يفرشونا حتى طارقه مسويه اي قلنا مو شغلات فرقعه لا تلعب وين بهالجزيرة تنقل أكل وترد ايه ليش ايه روح عمره ترى هي شلون اضل هنا من دراسه ماكو شجر من هنا ماكو شجر ترى دور صح بعراني شر ابو سرحان هذا البلبل الروسي دائما دائما عشه يسوي بالصحن بالصح فكر يعني هذا عشه وكيل مو عشه لا تعيش فيه معقولة ما
جاي قدامك مو والله مو على جيك فيديو لو فيديو صورة شكت عالي هيك هذا هذا اول واحد بالغلوات الثانيين اوه الله هنا لقينا المطلوب حي او ميت يا ولد دق الباب شوف شوف رم اخاف نايمين شي تخاف نايمين جعفر سيء من الصبح ترى مو حلو الجو والله جيتنا مو حلوة عيرونا وهذا مقناص مال الحبار الحبار يحب هيش مكانه رمث هل الصيادة مال الحبار اللي يريد يشوف هذا المكان كل سنة بالموسم مال الحبار أول حبار تطيح في هالصفحة ما باكم بس هذا النائم منه وللطاووس شوفوا هذيك الطاووس الحلحل هذا كله ممتد وممتد لحد ما واصل نازل النيران كلي انا اي واحد يريد يصيد حبار هنا انا موجود متواجد في حبار وكر مال الذيب هذا مو يعني وكر يجيب بي لو شي هذا استراحة على البرودة هذا يصير بي مي يطير من الزرع من اي شي على البرودة هنا يحفر ومجرد استراحة يعني إله لأن موجودات إنه يمكن أنا هنا شايفين أنا هاي هنا زارة لو ست مرات سبعة يومية أشوفهم إيه صور هاي وهاي الفضلات مالتين وهالوكر مالتين وإن شاء الله ظلوا ويانا يعني بك نلقاهن وصادفهن وصورهم نوثقهم فيديو تصوير حلو الله وصلنا وياكم لاخر نقطة قدرنا نوصل ابا ايران بقى علينا ما بقى شيء وندخل ايران تقريبا فوق 50 كيلو وصلنا لهاي الغابة تقريبا بعد اقل من 10 كيلو احنا بينا اي اقل استرخصنا من ابو المكان قلنا نريد نصور قال الحلو غابة بنص الجزيرة بنص الصحراء صحراء يا غابة شوفوا هاي كلها شجر هي أصلها محمية هاي بكان محمية وجعفر فما اعلم بي انا هذا البكان للدولة مو شخص قال للدولة هذا احنا هسه على الغرب ثلاث محميات وحدة بيها غزلان بس ام الغزلان ما خلون اي شخص يدخل لها مشتل يعني مثل مثل المكان الخضار يعني للطبيعة زيادة الاكسجين وغيره وهاي السوالف ما بعد اعرف مو يعني محميه مال الحيوانات وهاي لا ما يخلون بيها فهذا البكان احنا لو جايينا بموسم التكاثر ها لا نحصل لكم كل شيء شو جد هنا نحصل لكم انواع الطيور هسه احنا راح جايين نبحث
هنا بعد كم تعبنا مو نقول لكم نهاية الفيديو نختم الفيديو بالولاية 50 كيلو راح نرجع لهم مثل ما جينا راح نرجع. ليش ما قلت كل كل؟ كل حيوان. كل حيوان. اي فانت بعد جبال ذولاك الله شاهد هسه الايران يروح يطلع تكرمون يتبول التواليت يبين. المعسكر راح اروح لهم بهاي شومي. قاعد بعطي يصير يصور الميران قاعد اي فبعد بعد ما انا فرينا شجره نخله كشما حصلنا لين موسم التكاثر انتهى وما حبينا نطول عليكم هواي شجره وهذا عيش شباب صورينهم هواي احنا اي مصوريكم هواي بس احنا هنا اكو طيور نادره واكو طيور بريه ردنا نواريكم اياها لقينا موسم التكاثر مخلص وهسه يعني الدنيا صبح بيش ساعة هسه الطيور كلها 6 ونص تقريبا 7 ساعة بالستة ونص وطيور كلها طلعت تعلف يعني ما هل من المعقول طير ظل هنا أنا ما ظل بس الفختية وملينا منها حتى بالمفرغات بيضة مفرخة بس يعني مقابلة نقوق وماقوق ايه تعرف الحكي كله شوف هذا مسكين هذا تقول مجدة يعني والدين وعلي فوق هذا كله لايك ما راح يخلي قول بالعباس والعباس انت ما مخلي لايك انا مخلي انت شو اللي لايك انت الدوس شو ثاني الله هنا وصلنا وياكم لقينا اثر جريمه للذئاب هلا هاني وعليكم السلام والله في امان الله وياك ايه من الساعة ندور بوكارهن احنا نيتنا يعني شكو شي بالصحراء يصادفنا نصوره يشوفونا دورنا على وكار الذيب احنا ما نصور لكم نمشي ونصور نقول لكم هذا وهذا احنا نلقى مكان نصوره نطبق نصوره فعلا ما نجيب شي منا ونذبه بالجزيرة ونصوره اكثر ايه فهذا اثر جريمة للذهاب هذا سفينة الصحراء الجمل او باللهجة الجنفية البعير هاي الضلع هاي الركبة يا شايف البعير من هنا اصلا مالته شلون اللي يابسه يقعد عليه هيك هاي صحيح؟ ايه وهاي الله يبعدكم من هاي الدفة هاي وفاله جديد هاي الفضلات مال الذيب ماكو شبان قضى هاي استواي هاي الدفة للحيوان الطلي للعجل اللي يذبحونه يكسرون القصاف ليش؟ لان يسوون بها اعمال سحريه الله يبتكم هاي حتى اللي يسوون بها اعمال سحريه ايش يطلع لهم ما بعير بطنه منتهي الله لا يعطيك الذيب والله سعره مليون بس هي هاي لا هي البريه اكل وماكل هي هاي البريه اكل ترى مدفون وراها ربي هاي من طريق ما سيارات اللي بس احنا جوا هذا الجسر جينا نختم الفيديو وهم نغسل وشوفوا ايش لقينا هاي السحورة وين انتم عباس وعلي علي عباس علي النهب زي راسي ايوه عادي شوفوا جينا لهنا ولقينا هاي السحور هاي صورة ايش
نقرانا نقرانا طه 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 هذا يسمونه طه طه با 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 طو 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 يا سهل حط المية يوم الضاش حط راسم هذا راسم هذا راسم شوف عرضك ما غطى لا ما النجاح ما النجاح شنو نجاح نجاح واصل بيتن مساء الخير دوب دوب إسرافيل وعزرائيل وميكائيل وجبرائيل والله هذا جبرائيل وهذا ميكائيل قلها من روح تنقع والله هذا هم بيطا طا طا را 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 احو يلا لا عجيب مشيني خلص احرش علي شوفوا خاف الكمنية يقولون انتم كاتبينين هاي الرد اسبوع يلا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب هاي ايات شوفوا هاي الملابس هنا هم يجيبون يشمرون هين ها شوف لك الله اللي يعلم هذا السعر الاصلي جيبه جيبه خرزان شنو وين مو وين جيبه جيبه اموت على الخرزان جاب كل كل خلنا نفتح ذي بعدين خير عبارة خرزان بارضك من عباس الله يستر عباس تريد خياطة تريد نعلى على والديها اللي سوى هيك جوز مال شو اسمه مال ايش مال قلقيلو كاك بعطيين في الحالة هاش رطة تخوف ولك مسوي فلك هاي قبويق خيط من البوسي وعلي ولك ام عبيس ما تقعدين راحت ايش صار قلت وانت ام عباس انت سالفتك مو خاليه المسيات لك سعر او علي لا ينفتح انفتح انفتح بعد خرب خرب شمره ما جاي ايش ايش النقاب الماي شو خبي صوره شيء يا الله على هنا وصلنا وياكم لنهايه الفيديو شباب واتمنى من يومكم بس اللايك عجبكم من ما عجبكم المهم لايك لأن دخلنا الجزيرة وكان بعيد وطريق بعيد ودعمنا وهلكنا وما قدر مقصرين وياكم صار احنا مقصرين وياكم ومقصرين بس كم القصور منكم اكثر لأن ردنا نوصل القناة بأسرع وقت 200 ما توصل 60 ساعة يلا عاد بس سووا 50 لايك باي.